صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. حنرسم هيدا الرسمة. عندي هيدا الرسمة، حرسم المسقط الأمامي أو الفرونت فيو، وحرسم التوب فيو أو المسقط الأفقي، وحستنتج المسقط الجانبي أو السايد فيو. حندخل إلى الأوتوكاد، نعمل كوبي للرسمة، نسخ الرسمة، ناخذها معنا إلى الأوتوكاد. إذا حوطناها، حنروح على الأوتوكاد، حنفتح ملف جديد. أول شيء نرجع المنيو بالشكل الدرافتنج اند انوتيشن، درافتنج اند انوتيشن بيرجع المنيو بالشكل التقليدي. عندي كمان هون شو منيو بار حتى يبين هذا الفايل الايديت ريفيو المنيو القديم. اوكي، اول شغله بعملها بتاكد انه انا عم برسم بالمليمتر فورمات يونتس، بقلب الى المليمتر. اوكي، قلبنا الى المليمتر. هعرف الطبقات، اعرف اللايرز، رايت كليك نيو لاير، هعمل طبقة سميها مثلا لنقول فرونت، طبقة تانية سميها توب نيو لاير، كمان نيو لاير، طبقة تالتة نسميها السايد، طبقة رابعة نسميها الاكس، وطبقة أخيرة نيو لاير. هنسمي طبقة نسميها بروجكشن، وممكن يكون عندي طبقة نيو لاير، طبقة لقياسات دايمنشن. هلا عندي الاكس بيكون حياخدوا لون احمر، راح احمر رئيسي، واللاين تايب نوع الخط لود، نختار السنتر، سنتر او سنتر تو. اوكي، دبل كليك على الاكس، صار عندنا موجود الاكس. اوكي، حنرسم لاين بطبقة الاكسات، نقول مثلا نشغل الاورثو. اوكي، لنقول مثلا 100، نضغط اسكيب. اوكي، هيدي 100، ممكن نعمل اكستند من هون. اوكي، ممكن نرسم لاين فيرتيكال لاين كمان شو ما كان. طيب هلا بدي الخطوط تبين بشكل افضل، فوت على فورمات لاين تايب، الخطوط لازم بالعكس تبين مقطعه، هي فعليا مقطعه بس بدنا نقرب عليها، من بعيد بتبين كونتينيوس. فورمات لاين تايب والجلوبال سكيل فاكتور بنضربه ب10. اوكي، ببين الخط بشكل افضل. حنروح الى طبقه لنقول مثلا الفرونت، وننزل الصوره اديت بيست. اذا انا بدي ارسم الفرونت فيو او المسقط الامامي. اوكي، بلش من الاكس. عندي اول سيركل الراديوس دايمتر 20، هيدا سيركل دايمتر 20. السيركل الثاني الراديوس 20، اذا عندي 21، واحد دبل كليك عليه بيعطينا معلومات عنه. اذا دايمتر 40، الراديوس 20 للاول، للثاني دبل كليك عليه دايمتر 20، الراديوس 10. اوكي، هيدا الخط بقدر اعمل له اوفست هون من عندها حدوده 100، اوفست 50 عند 50، بعمل اوفست 50 ب 50، اوفست سيلكت اوف سبيسيفاي اوفست ديستانس بعطيه 50. اوكي، سيلكت اوبجكت تو اوفست، هيدا لهون وهيدا لهون. نزولا عندي 25، 25، بعمل اوفست على 25، بطلب الاوفست سبيسيفاي اوفست ديستانس 25، هي هيدي، انتر، في بالا هون. عندي لفوق 12، من هون لفوق 12، اوفست على 12. اوكي، صار عندنا الرسم بهالشكل. عندي لاين برجع للفرونت، لاين بنزل من هون بيربونديكولار على هيدا، شغل البيربونديكولار، لاين بيربونديكولار على هيدا، بيكمل لهون بهيك، بيكمل لهون. اوكي، برجع لاين من هون. اوكي، اذا هودي ما عادش في داعي لهم، ديليت ديليت اند ديليت، استعنا فيهم هلا ما عادش في داعي لهم. اوكي، عندنا ترم هون، نطلب الترم، سيلكت هيدا وهيدا، انسس، انتر، بنقص. صار عندنا الرسم بهالشكل. بعد عندي الفتحات اللي هون،
موجودين على بعد 75 بين بعض، في بيناتهم 75 كي، واكيد انا اذا عم بطلع من الفرونت فيو ما بشوفهم، بشوفهم هيدن فايل هيدن لاين. اذا عم بطلع بشوفهم هيدن لاين. اذا بعمل اوفسيت على 37 ونص بطلب الاوفسيت من هون 37 ونص، هيدا بصير لهون. نتأكد من القياس ديمونسيون لينير من هون لهون، اذا 75 إيه تمام. اوكي عندي خطين هون، قد الفتحة هون دياميتر 15 يعني 7 ونص، بعمل اوفسيت على 7 ونص او بطلب الاوفسيت من هون، بكتب له 7 ونص، بطلب الاوفسيت سبيسيفاي اوفسيت ديستانس 7.5، هيدا لهون وهيدا لهون. اوكي هول الخطين حيكون عندي هون لاين من هون لهون ولاين تاني من هون لهون، اذا هيدا ما عادش في حاجة له ديليت وهيدا ديليت. هول الخطين هن فعليا هيدن لاين. كيف نحولهم الى هيدن لاين؟ بنعلمهم، بنفوت على اللاير لاين تايب. اللاين تايب عندي بنعمل بنحمل لود، بنحمل شيء اسمه داشت. داشت اللي هو هيدا اللي بيمثل الهيدن لاين. اوكي هودي بنحطهم بالداشت بهالشكل. اوكي ممكن نحن نزيد الداشت، ممكن نغيرهم الوانهم. اوكي فينا نعمل لهم فورمات لاين تايب، نعملها 15، نعملها اقل فورمات لاين تايب، نعملها 7. هيك أزبط. نعمل لهم كوبي للجهة التانية، نطلب الكوبي للتو لاينز، انتر الفيس بوينت لهم او منين بدي امسكهم، من هون وين بدي اركبهم هون. هيك بنكون خلصنا الفرونت فيو. هنطلع التوب فيو من تحتها مباشرة، هنطلع التوب فيو تحتها، عملها موف لفوق شوي او هيدي عملها موف لتحت. اوكي هنبلش نرسمها من فوق. كيف بنشوفها من فوق؟ يعني المسقط الأفقي كيف بنرسمها من فوق. هفوت على طبقة البروجيكسيون بروجيكشن، عندي طبقة اسمها بروجيكشن، غير اللون اوكي وهنعطيها سنتر تو. هاخد البروجيكشن من هون بالشكل، اول شيء بوقع بطبقة البروجيكشن، باخد لاين من هون بنزل نزول. اوكي لاين اخر من هون بنزل نزول. هلا فوت على طبقة التوب فيو وبلش ارسم لاين من هون، بجيبه بيربونديكولار لهون، قد هي سماكتها او هي رايحة بالعرض 40، باخد لاين وبعطيه 40 لتحت. اوكي اذا هي عندي 100 برجع بطلع 40 لفوق. اوكي اول شيء اذا عم بطلع عليها من فوق في ياخد بروجكشن من هون، برجع بفوت على طبقة البروجكشن، باخد لاين من هون وجيبه بيربونديكولار لهون لاين، في اخد هيدا الاكس في طوله. اذا طولنا الاكسات في من نصها اعمل كمان اكس. عندي الفتحات، عندي دوائر هون الدياميتر 15، بطلب سيركل عن دياميتر تطلع 15. اوكي هيدا ننقله الى طبقة توب فيو، نعمل لها كوبي. عندي هون بتطلع فيهم بشوفهم لاينات، اذا عندي بالفرونت بالتوب بالتوب بشوفهم لاينات. عندي السيلندر الداخلية كمان بشوفها لاين بس هيدن، اذا هون برجع على التوب على على التوب فيو. اذا هون السيلندر هيدا هو، اذا عم بطلع من فوق انا فعليا ما بشوفه، بس هو فعليا بقلب الشكل السيلندر هيدا الموجود هون، وهو مخبى لانه انا فعليا ما عم بشوفه من فوق. بعدين هلا حنطلع على السايد فيو اذا عم بطلع عليها بشكل جانبي. اوكي بعد السايد فيو صارت سهله، ممكن ناخذ زي طريقه ال 45 درجه ونطلعها. اوكي طيب هنعمل طريقه ال 45 درجه. اذا حناخذ من هون، هناخدهم إلى مسافات متقاربة، هنقيس القياس هون ديمونسيون لينير،
ناخد القياس من هون لهون قد ايه بيطلع. اوكي هنعملها 50. اذا عملت اوفسيت على 50 هطلع الرسم الى مستوى هذا الخط، اعمل تريم. اذا عليناه رفعناه على مستوى، صار البعد من هون لهون 50. طيب انا كمان في اعمل لاين من هون روح في 50 لقدام، هون بدي بلش توب فيو. نعمل زاوية 45 هنعطيه 90 و135 ناقص 135 بيطلع معي زاوية 45 من هون. اوكي من هون بدي استثمر هذا الخط لحتى اطلع على السايد فيو، هاخد بروجكشن من هون طلع من خلاله السايد فيو هون بهيدا المكان. هاخد من البروجكشن لاين جيبه لهون برجع لهون. اذا بهذا البوكس هيطلع معي السايد فيو، اذا عم بتفرج عليها من هالجهة يطلع من هون لهون 40. في فورمات لاين تايب لكبر القياسات، ديمونسيون ستايل، موديفاي، برايمر يونت بضرب القياس ب10 او فيت كمان بالموديفاي ولا رقم بعد الفاصل. اذا بقول له دايمنشن لينير من هون لهون يفترض تطلع 40، هيدي هي. وعندي ارتفاع القطعة هيدا هو اللي هو دايمنشن لينير 45. هنبلش نرسم سايد فيو، هناخد لاين من هون الى هون، هيدا فينا ناخد بروجكشن من هون. اذا انا عم بطلع عليها بشكل جانبي اذا تطلع معي بهالشكل، هيدي القاعدة اللي هي تحت عم شوفها من هون فعليا، هيدا اللي عم شوفه 40 بارتفاع 12. طيب عند الفتحات حشوفهم هيدن لاين، في ياخد من البروجكشن من هون تريم، في يطول هيدا الاكس كمان تريم، في يطلع في طلوع فوت على طبقة الاكسات بياخد لاين من هون. اذا هيدي هي الفتحة، اذا عم بطلع بشكل جانبي من هون حقول له عندي فيها في فرزي هون دايمتر ليلة 15. اوكي في اخذتها طلعت عن طريق البروجكشن، طبعا هيدي الفرزي هتكون بطبقة السايد فيو هتكون هيدن لاين. اذا هيدي بنقلهم الى هني بالسايد فيو، بس بنحطهم بنحطهم هون داشت ولونهم احمر ولونهم اصفر. كمان اذا عم بطلع عليها بشكل جانبي كمان هودي حشوفهم كمستطيل. اوكي هيدا هون حشوفه كمستطيل، اذا بيبقى عندي هيدي الفتحة فعليا كمان ما عم شوفها، في ياخذ لها بروجكشن من هون. اذا برجع الى السايد فيو، هودي بيبقوا بالسايد فيو بس بنحطهم بالهيدن لاين تشت نعطيهم لون اصفر. هيك بنكون طلعنا المساقط الارض ثلاثة، توب فيو، الفرونت فيو والسايد فيو. شكرا لمتابعتكم، الى اللقاء، يعطيكم العافية.